حد ايقونه للطيف ايقونه، فلغه الايقونات هي اللغه اللي هي عشان ما يهمش بقى السيستم اللي هو عربي انجلش تركيز يعني، ده لغه الايقونات هي اللغه اللي هي الموحده. التاي شارت طبعا في مثال مثلا ظريف كده يعني في امريكا الكروز دي معناها خط غلط، او مش عايز الحاجه دي، مش عايز الاوبشن ده، لو انت عندك كل تشيك بوكسز مثلا وعايز تعلم في الاستماره فاكس معناها مش عايز، لكن في اوروبا في ايرلندا تحديدا لو انت علمت اكس دي معناها انت عايز الاوبشن. فاختلاف كاشر ممكن يسبب مشكله في ايه؟ طيب لما نيجي نتكلم عن البيبول نتكلم عن السبيشال نيدز، لازم اخد في اعتباري السبيشال نيدز، الناس اللي لو الناس بلايند اصلا هتستخدم السيستم مش عارف هتصرف معاهم ازاي، بس لازم اتصرف. الناس اللي عندهم كلر بلايند عن اعلان برضه لازم اتصرف، الناس الديفنس لازم اتصرف معاهم، الناس اللي قاعدين على الكرسي لازم اتصرف معاهم برضه يعني تصرف. انت ما تتكلم عن سيستم يوزابل معناها جلوبال معناها لكل الناس. هوموجينيوس فيرسس هيتروجينيوس يوزر جروبس، هل الناس اللي بتستخدم السيستم بتاعك هوموجينيوس يعني كلهم منهم نفس الخصائص يبقى انت حظك حلو، انما لو هيتروجينيوس نفس عكس بعض انت بقى حظك وحش. الانفريكوينت فيرسس فريكوينت يوزرز برضه الناس بتستخدم السيستم بتاعك، هل بيستخدموه بشكل فريكوينتلي يعني كل يوم يستخدموه كل يوم يستخدموه، ولا بشكل فريكوينتلي كل اسبوع مره كل شهر مره؟ دي لها شغل ودي لها شغل. انت ممكن يعني الناس اللي بتستخدمه فريكوينتلي محتاج السيستم يبقى سريع ينجز المهام بسرعه والكلام ده كله، فدي تشالنج بالنسبه لك. ويبقى البرفورمانس بتاعه حلو. الناس بتستخدمه فريكوينتلي محتاج ان هو لما يجي بعد شهر يستخدمه تاني نسي هو بيستخدمه ازاي، ومحتاج تفكره ازاي يستخدم السيستم، وده برضه تشالنج بانتر. الفيزيكال ديفرنسز ما بين الناس، الطول والوزن والفهم الايه؟ والفهم والسمع واللمس، الناس عندها مشكله في السمع شويه، الناس عندها مشكلة إن هي تشتغل تاتش كتير أوي. يعني مثلا في يوروب هتلاقوا دايما الناس بتلبس جوانتيات عشان البرد، لكن الجوانتيات هناك دايما الصباع ده مفتوح من قدام عشان يعرف يشتغل تاتش عن البرد. يعني خالص دلوقتي ثقافة معروفة، أصل التاتش مش أي حاجة تعمل، التاتش بيشتغل بالحرارة بتاعت الجسم. طيب يعني ده من ضمن الاتش اي الناس، هو تخيل بقى الناس تعمل جوانتيات ما عندهاش فكره عن الدنيا فيها ايه، ويعملوا جوانتيات عاديه زي بتاعتنا كده، ما حدش يا اما هيلبس جوانت يا اما حدش هيشتغل موبايل. فبالتالي هو ده جزء من الاتش سي اي. يعني في اسمها الانفايرمنت، انا بستخدم برايس سيستم كان برد جدا فلازم البس جوانت، لازم اشتغل تاتش، لازم البس جوانت كذا، فده الاتش سي اي جوانت. لو ما عملش كده مش هيبيع جوانت. الفيزيكال ديفرنسز طبعا الطول المختلفة للناس اللي هي بتعمل شغلها تذكر الاتنشن وهكذا. اليوزج ديفرنس اللي هو الاكسبرت فيرسز نوفايس، الناس المبتدئة والناس الخبيرة في استخدام السيستم. طيب ده كان اناليسيز للبي من جميع الجوانب والاتجاهات. اناليسيز الاكتيفيتيز بقى هتكلم عن ايه في الاكتيفيتيز؟ مش مركزة معايا، سيب الموبايل. الاكتيفيتيز هتكلم عن الجولز، الاهداف اللي اليوزر عايزها، التاسكس اللي عايز يعملها، والاكشنز اللي هيعملها عشان ينفذ التاسك بتاعته. الاكتيفيتيز هسال هل هي ريجولار ولا ان يوجوال، يعني هي اكتيفيتيز هي نفس اكتيفيتيز اليوزر بيعملها كل يوم على السيستم، ولا اكتيفيتيز يعني ممكن بيعملها مره كده باي لك، ولا هي حاجات اسبوعيه ولا وهكذا.
عايز اعرف الفريكوانسي والفريكوانسي على السيستم بتاعي. ليه؟ ده هيفيدني في البرفورمانس اللي المفروض السيستم يكون عليه. يعني مثلا التيكت ماشين بتقدر تذاكر الناس في المترو، طبعا ما عندناش تيكت ماشين، عندنا شباك. التيكت ماشين لازم تعرف ان الشغل عليها لود عالي جدا، مش المفروض تاخد اكتر من 5 ثواني او 10 ثواني عشان تختار المحطه وتطلع التيكت وهكذا. فموضوع الفريكونسي بتاع الاكتيفيتيز مهم جدا. ويل ديفايند ولا بيج؟ يعني التاسك اللي هيعملها اليوزر على السيستم التاسك سهله واضحه بسيطه، ولا هي خطوات كتيره مثلا او مش واضح هيعمل ايه؟ كونتينوس ولا انتربتد؟ يعني هل هي مثلا يعني على جزء واحد، ولا يحصل لها انتربشن ان هو يحس يخش في تاسك ثانيه عشان يقدر يكمل التاسك دي؟ انديفيدوال فيرسز كوبريتي فور. في سيستمز مثلا بتاخد في اعتبارها ان في حد بيستخدمها، في حد واقف جنبه زي ايه عندنا بيعملها بيساعد فيها او ساعات بيعملها بدال زي ايه عندنا مكان الصرف. مكان الصرف ده يعني واخد في اعتباره ان في حد جنبك ممكن يساعدك. لو مش واخد في اعتبارك ان في حد جنبك ممكن يساعدك، يبقى لازم يكون في وسيله مساعده، تليفون مثلا او تقدر تعمل كده. يعني الفيديوال فيرجن مالتي تاسك تاثير وبعد كده باسيف اكتف. فكل دي اناليسيز للتاسكس او الاكتيفيتيز اللي هيعملها لايه اليوزر على السيستم. الكواليتي فيرجن الكواليتي برضه تقول وانا الاكتيفيتي دي اهم حاجه فيها الكواليتي، يعني تتعمل اكيوريت بشكل كويس جدا، ولا مش مهم ممكن كم اكتيفيتي دي بتبقى غلط وتقع، بس المهم السيستم يخليني اعمل عدد كتير قوي من الاكتيفيتيز. اليوزر يهمه ايه؟ الداتا انت ريكوايرمنتس ايه اللي يهمه المفروض اليوزر يدخلها من الاكتيفيتي دي عشان تحصل، والتايم المفروض اللينز اوف تايم تاسكس كل تاسك، والبيك والسورس بتاعت الوركينج يعني امتى الراش اورز بتاعت الشغل على الماشين دي او على السيستم ده، وامتى التايمز اللي مالهاش شغل قوي يعني وهكذا. زي مثلا مكان الصرف في اول كل شهر اللي هو شهر اول بتوع مش عارف ايه وهكذا. اقعد افكر برضو هو امتى الراش اور بتاع السيستم بتاعي. كوبينج ويز ايرور برزنتيشن انفيرو مسج، افكر بقى ازاي لو في ايرور اطلع مسج شكلها ايه، او تديله ازاي مع السيستم اكومديت زين سيجنفيكانس اوف ايرور سيفت كريتيكال ايرور وهكذا. الكونتكست بقى او السياق او الانفايرمنت اللي السيستم بيشتغل فيه، اتكلم عن الفيزيكال انفايرمنت والسوشيال انفايرمنت. الفيزيكال انفايرمنت عايز ادرس هو السيستم ده هيشتغل في بيئه نويزي دوشه، وما ينفعش بقى تعمل على الصوت اللي طالع من المشين صح؟ هيشتغل في بيئه كول ولا هوت ولا ويت مثلا ممطره ولا ديرتي مدربه ستريسفول بيئه مضغوطه من العمل بيستخدم دينجرس ماتيريال صلي وكده يعني. بسبب مثلا الاتنين ماشيين برضه اللي هي في الشارع بيبقى عليها تندة عشان تغير اشعه الشمس تمام، عشان برضه في ناس عندها راحه جايه بتلاقي في حاجه تحت الكلام اللي بتكتبه سواء باسورد على الكيبورد يعني. فدي برضه سيتنج على الماشين تاخد في اعتبارها على ايه الانفايرمنت السوشيال انفايرمنت تشانل اوف كوميونيكيشن ستراكشر سنترايزيشن غير ديسنتريشن في الموبايل تريننج ماتيريال. نتكلم على السوشيال انفايرمنت، انا بستخدم السيستم مثلا وانا قاعد لوحدي مفيش مشكله ان الصوت بتاعه يكون طالع، ولا بستخدمه في وسط ناس ما ينفعش يبقى الصوت طالع، ما ينفعش تستخدم السيستم كده من غير ما تختار اوبشن السبيكر تلاقيه هو بيطلع صوت لوحده. الموبايل مثلا هل الفيديوهات اللي على فيسبوك لما انت سكرول كده اشتغل على باي ديفولت بس ممكن تعمل باي ديفولت دي اوبشن في فيسبوك نفسه في اوبشن على فيسبوك على فيسبوك برايفسي سيتنجز صح لازم اوبشن ده موجود
ما جربتهاش بصراحة، لا لا موجود ده، ده صح، ده كده شغل صح. برضه من ضمن الكونتكست او الفايرال بتتكلم عن بوزيشن كونتكست، يعني مثلا لو انا بستخدم السيستم في شغل، ده سيستم شغل ووزن الشغل، هو ايه ايه الافكتس بتاعت لو انا استخدمت السيستم غلط، او تاثيره ايه لو انا السيستم ده مش كويس قوي، الوضع المؤسسي للسيستم وتاثيره في المؤسسه اللي انا بشتغل فيها. Circumstances under Rosen Effect having a time increase pressure on the amount of type support محتاج يعني السيستم محتاج أو user محتاج support قد إيه عشان يستخدم السيستم. آخر حاجة في الأناليسيس بتاعت الأناليسيس بتاعت التكنولوجي، التكنولوجي عايز أفهم الإنبوتس المفروض أخشها طرق الإنبوتس، طرق المفاهيم كتيرة يعني ممكن التكنولوجي تخليني أنبوت الكيبورد للماوس التاتش سكرين الصوت الحركه وهكذا لمجرد ان انا اتواجد عشان السيستم، وكل دي انبوتس التكنولوجي شرعتها لنا عشان ما بقاش الطريقه الوحيده ان انا يعني سمعت ان الانبوت دايما ليه انا اكتب. فهو ده التطور في التركيز، ده مش لازم اكتب، ممكن اتكلم، ممكن ابص، ممكن اتواجد، ممكن اتاتش وهكذا، ممكن بس اتحرك وهكذا. والاوتبوت طبعا ايه اللي ممكن السيستم يعمل ايه؟ طول الاوتبوت اللي طبعا عالي، طبعا على الفيديو، طبعا على الجرافيكس، طبعا على السبيش، طبعا على الشاشه وهكذا. كوميونيكيشن بتون بيبول ديفايسز سبيد وات از كونسيرن وات سايز اوف سكرين، محتاج حجم الشاشه قد ايه، السيستم دايس حجم مناسب. يعني ما بقاش مقبول النهارده ان في سمارت فون الشاشه بتاعته مثلا اقل من 5 بوصه. جو عشان في جو اي جرافيك ديزاين تركيز ولا لا، ولا هو تكس تكس ولا بيز كل تكس، مش لازم دايما يبقى في جو اي على فكره، يعني ممكن يبقى تكس بس في بعض السيستمز مش محتاجه جو اي، هو تكس ساوند ولا لا وهكذا. السيستم ده يعني نتوركي ولا ستاند الون، نضيف مع سيستم تاني او ريفر ريل تايم سيستم اللي هو الحاجه الاكشن اللي بيحصل في السيت اللي طالب في الوقت ده، سيت كريتيكال سيستم زي ما بنسيت كيرز والحاجات دي كلها. لو قلنا مثال النهارده عايزين نعمل فرانسيس محطه، فرانسيس ستيشن از بروديوسينج نيو سيستم اوتوماتيك باريرز ناو ايفر وان ويل هاف تو باي تيكت بيفور زيرو اوت رايت داونز اكسبرسز زي كده. دلوقتي بقى احنا عايزين نعمل ماشين، الناس بتطلع عليها تذاكر تعمل تذكر. لو قلت لك اعمل اناليسيز الابيلتيز بتاعت الايه السيستم ده، هنتكلم على اكيد زي ما قلنا هنسال هو ريجولر ولا انفريكوينت، يعني الابيلتي بتاع الاخر التذكره دي هل ده بشكل دوري ولا حاجه انفريكوينت؟ غالبا ريجولر طبعا. بيكس اند سو امتى الرش اورز بتاع السيستم زي ده؟ اكيد مثلا ما اعرفش بصراحه يعني مش قوي بس لازم نعرف. الدليفرنت ولا الريسبونس تايم محتاج يعني الماشين تاخد وقت قد ايه عشان تطلع تيجي، لازم افهم اعتقد مش اكتر من 10 ثواني. تبقى بقى حسب بصراحه انت بقى السيستم الجديد تسأل يوزر أسئلة جاي منين ورايح فين هيدفع ازاي وما اعرفش كل دي كلها، يعني كوبريشن في حد في المايك ممكن يساعد ولا لا، سيفتي كريتيكال مفيش سيفتي كريتيكال، الايرو داتا ريكوايرمنت وهكذا. طبعا المبنى ده هعمل سيستم في اي تي ام، يعني بيبقى مختلف عن السيستم على الكمبيوتر في البيت، كان الانفايرمنت مختلفة. قلنا على الحتة دي.
هو السؤال بيقول لك يعني انت لو هتعمل السيستم ده تكنولوجي واليو ديزاين تيكت ماشين باعتبار الانبوت والاوت كوميونيكيشن افكار مثلا للموضوع ده ان انت الانبوت محتاج اليوزر يقول لك فين ديستنيشن ورايح فين طريقه الدفع يقول حتى ازاي وكريدت او كريدت التيكت تايب نوع التيكت مثلا ذهاب عودة بي اي بي بلس 1 بلس 2 وتيفر يعني كل دي انبوتس محتاجينها في سيستم زي ده ريس باتون ديبندنج ذا هاو ميني ستيشن هاف تاتش سكرين ممكن متبقاش اوبشن حلو يعني معرفش بي باي موبايل فون المفروض في اوبشن مثلا ان انا ادفع للتليفون اللي هو اللي يسموه ان بي سي الان اف سي في شريحه كده من الساعه المتوقع تحصل في البنك ومررها كده فهو خلاص بيقسم الحساب في البنك تبتدي الكترونيك ولا ليفر هي مثلا المفروض يبقى التيكت دي الكترونيك بحيث توصل للحل كده ويراجع التيكت الصفات مثلا ويشوفها وخلاص ولا حاجه في الليفر بريمبي لو ليفر بقى لازم فيه دايما ليفر موجودة في المكنة كتير قوي عشان مبقاش كتير ومفيش ورق في المطبع وهكذا فيعني ده مثال لو انت فكرت في السيستم ده هتعمله ازاي الكوميونيكيشن لازم يكون سهل برضه ممكن لو انت مثلا كوميونيكيت مع ديفايس موبايل بتاعك او هايبر كونتين طبعا هو المحطات اللي انت عايزها ممكن يكون الكونتنت فيه مثلا لان للترافيك حاجه بتهيلب اليوزر ان هو يعمل لان كويس للترافيك اللي هو المحركات والحاجات دي كلها. في مثال طريف كده يعني فهمنا ازاي ان احنا نفكر في مساله ال اتش سي اي دي او اليوزر انترفيس يقول لك مثلا لو انت عايز تعمل ديكوريتنج الاوضه بتاعتك هتفكر في الموضوع ده ازاي؟ يعني ايه الريكوايرمنت اللي انت يعني هتخليك تمشي في تعمل ديكوريشن ده بشكل معين؟ انا لو يعني لو قلت كل واحد فيه كده المفروض تروح تبيض الاوضه بتاعتك من اول وجديد لو انا مثلا مش معايا فلوس ان انا اجيب بس من المتر اللي هو ده وادي الحيطه ممكن اغير الالوان بس دي هتفرق مثلا واحيانا ممكن لما اغير بقى الالوان في نفس الوقت نعمل اي ديكوريشن على حيطه مثلا لو بقى مش الكرانيش بس انت ايوه انا اتفرجت ايه لا اوكي انا معايا فلوس قد ايه الاول لو المكان ده فيه فرش او عفش ابدا اشوف الحاجات اللي موجوده فيها لونها ايه عشان مثلا لما اشتري الوان جديده لازم تتمشى مع الحاجات ماشي يعني كلنا دخلنا في التفاصيل اللي هنعمله كده احنا هنعمل كده انتوا كلكم ده يعني كان في سؤال هو معايا غير باللغه دي مسألة التغيير ايه؟ التغيير مثلا مش عايز تشوف لازم يكون في ريكوايرمنت يعني ايه السبب الثاني غير ايه كان هو يعني كرومش شكلها مش عاجبني اوكي خلاص انا مش حابه الوان جديده مش حاباها فعايزه اغيرها مش حابه ايه؟ مش حابه مساحتها فعايزه اغيرها مساحتها الاكوان هتأثر في شكل اللي هعمله لو انا بتكلم عن مساحه يعني ده هيخليني اعمل حاجه لو انا ما اتكلمتش عن مساحه مش هعملها تمام فهي الفكره انا عايز ايه من التغيير ده لو طبعا متضايق وعايز شكلها يبقى احلى غير الكرنيش
وين كنت يو ستارت ويز ريكوايرمنتس كونسبشوال ديزاين فيزيكال ديزاين ولا بروتوتايب ولا انفنشن هو ده سؤال على فكره نبدا ريكوايرمنتس ولا كونسبشوال ديزاين انا شفته مثلا على الورق في مجله عايز اطبقه ولا فيزيكال ديزاين شفته في اوضه سواء مثلا عند واحد صاحبي ولا اي كي مثلا تنظيم معين ولا بروتوتايب مثلا يعني تصور في دماغي كده عندي كده فكره على حسب الكتابين ايه؟ على حسب التصور اللي انا صورته على حسب كل واحد كل شخص بيبقى كل واحد يعني بيبدا بحاجه معينه هو الحقيقه في الـ في الـ في الاتش سي اي في الهيومن سنتر ديزاين بالذات في حاجه اسمها الستار موديل انا اقدر ابدا باي واحده دول يعني ممكن ابدا بالريكوايرمنتس لو انا عندي اهداف من التغيير اللي انا عايز اعمله ممكن ابدا بالكونسبشوال ديزاين حاجه شفتها في المجله وعجباني عايز اطبقها بس في هدف حتى لو انا هطبق حاجه عجباني في الحته في هدف للتغيير او ابدا فيزيكال ديزاين حاجه شفتها على ارض الواقع او ابدا بتصور كده في دماغي يعني ينفع في الاتش سي اي ابدا باي واحد فيهم لازم دايما ابدا لكن لو انا يعني نتكلم في الحياه العمليه وفي يعني ما عندناش رفاهية التغيير قوي على قد ما يبقى فيه نيد يعني لان نعمل حاجه يبقى فيه نيد فلو انا فيه نيد فمعناها ان انا لازم يكون فيه ريكوايرمنتس تمام وات بروسس وات يو جو ثرو افتر يو ستارت طبعا بعدين بعد ما يعني تكرر تحديد التغيير هتفكر في البروسس اللي انتوا حددتوها بقى نشوف التكلفه ونشوف ايه وهكذا فانا المثال اللي هشرحه ده احنا هنبدا بالريكوايرمنت على اساس ان ده الموست يعني رياليستيك كيسز ان احنا بنعمل حاجه بيبقى فيه ريكوايرمنتس لان احنا يعني فلوسنا مش كتيره قوي عشان نغير من درجه التغيير فبالتالي لو في ريكوايرمنتس لازم احددها طيب ستارت ويز ريكوايرمنتس فور اكزامبل اي نيد سبيس ان ذا تور مثلا زي ما سميتكم قالت انا محتاج مساحه مشكلتي في الاوضه دي انا مش لاقي مساحه حته اشتغل فيها لا الموبايلات هتشتغل ايه؟ ايه؟ الموبايلات هنا بس مساحه ولا رؤيه بس؟ هي الديكوريشن معناها الوان معناها ترتيب ده معنى الديكوريشن كذا حاجه ممكن تفضيها خالص تقعد فيها كده على الفراغ ده ديكوريشن فبالتالي نفترض الريكوايرمنت بتاعتي ان انا محتاج مساحه فالمساحه هنا حد هيقول لي علاقتها بالالوان؟ ليها علاقه طبعا والخدعة البصرية بالألوان أنا ممكن أعمل ألوان ممكن أعمل لون في مساحة كبيرة جدا يخليني مخنوق يعني حاسس الأوضة ضيقة وأعمل لون في مساحة قليلة يحسسني إن الدنيا دي مفتوحة بس لما بحطيت منظر طبيعي كده يعني يخليني أحس إن مفيش حيطة أساسا فده ده كويس بس الفكرة تيجي من أنا عايز إيه أنا دلوقتي فرضنا عايز مساحة برضه انا حاسس في كراكيب كتيره كل ما امشي في حته اخبط في حاجه فيعني ده برضه لازم يعني ده هيأثر معايا في الشغل مش انا هعمله I want to be lighter محتاجه ان هي تبقى حاسس ان هي منوره كده مش مظلمه دايما مظلمه كده لمحه سيئه بريشر كلينر عايز احس كده انا دخلت استاد القاهره مش قلت كاش فبيقول لك خلاص انت معاك ريكوايرمنتس دي ممكن تؤثر في شغلك بعد لو انت معاك ريكوايرمنتس كده يبقى انت محتاج كونسيبشوال ديزاين تعمله نيد تو كريت ان اريا اوف كونسيبشوال ديزاين ده معناه ايه ان انت بتعمل تخطيط كده يبقى انا محتاج مساحه وافاق مساحه في الاوضه ان انا اشتغل فيها محتاج ده عشان القرن الثورانية بتاعت النيك وورد صح؟ ومحتاج اعمل توب بورد دولاب عشان استور الحاجات اللي مرميه في كل حته ده عشان القرن الثانيه اللي هي ايه؟ I want to be right to some clutter يبقى انا كل الريكوايرمنت بعمل لها زمانها او بسترضها على كونسبشوال ديزاين يحقق الريكوايرمنت دي ومحتاج ادهن بلون الوان فاتحه منوره عشان احقق الريكوايرمنت الثالثه اللي هي ايه؟ I want the room to be lighter pressure and cleaner
فاذا انا حاولت للكارن كونسبشوال ديزاين خلاص انا كده ايه حطيت ايدي على المشكله وحليتها. تيجي بقى التنفيذ بقى خلاص انا عرفت انا عايز ايه، عايز افضي مساحه اوضه، عايز اشيل تركيب الدولاب، عايز ادهن جوه بعد كده اعمل فيزيكال ديزاين و بوت بوت بارتيشننج اب ان ذا كورنر اوف ذا بيج روم. تنفيذ بقى على الواقع ان انا مثلا احط بارتيشن في الكورنر كده بتاع الاوضه، او انا شفت مثلا كاب بورد في ايكيا ده يعني موضوع ان انا لاقي الكراتين في كذا حد، ده اسمه فيزيكال ديزاين بقى تنفيذ. طب ايه يعني ايه اللي يخليني امشي في الحل ده والحل ده؟ دي لازم يشوف كذا حل للتنفيذ. تكلفه، ما ممكن الدولاب مثلا انا شفته في ايكيا ده ما اقدرش اشتريه. طب وقت الموضوع بتاعي هل حل الموضوع مرتبط بالدولاب ده؟ لا، لازم افكر في اخبار تنفيذيه. انا عندي متفق على الهدف ان انا محتاج ارمي التلاتين في حته. وبقى لي تكلفه. ممكن اجيب دولاب شيك احط فيه، ممكن اعمل بارتيشن في الكورنر، ممكن اجيب شبكه مثلا ويرموا فيه وعلقهم في السقف يبقى كانهم نجفه. اي افكار بقى ايه خارج الصندوق. المهم يعني حقق الهدف بتاعي. انا هلون الحيطان ده كمان باللون اللي قبل وايت ده، بحيث ده لون دي دايما دي بتحسس ان دي من ايه واسع. فده يعني فيزيكال ديزاين الحقيقه اللي انا عايزه. لو انا كان عندي تصور انفنشن انفنشن معناها ان انا شفت مثلا شقه او يعني ديكوريشن في المجله تمام واضح فيها قوي كل الحاجات اللي انا عايزها. With neat working area, here is sketch of my ideas of top board, you have know how the color would be drawn, فده اسمه تصور. في الاخر انا لازم في كل يعني حاجه عملتها سواء requirement او physical design او conceptual design او تصور لازم ادلويت الحاجه دي. ادلويت الريكوايرمنت بتاعتي اللي هي دي اللي انا عايزها. ادلويت conceptual design هو ده اللي بيحقق requirement، physical design هو ده اللي بينفذ conceptual design. تصور هل هو رياليستيك؟ فالايفالويشن هتلاقيها دايما موجوده في ديزاين بوست بتاعتك. زاد بارتيشن وود بي تو اكسبنسيف اللي هو زي ما قلنا عليه مثلا دلوقتي زاد كاب وورد وود جيت ان ذا واي زاد كلر وود جيت ديرتي افري فيري كلوز. رغم اللون اللي قبل وايت ده حلو حال الكوان بتاعتي لكنه في مشاكل ان هو بيتسح بسرعه. وبالتالي انا بعمل ايفالويشن لكل الحلول اللي انا اخترتها. فده اللي نسميها السايكل بتاعتنا، ان انا عندي ديزاين بروتوتايبنج يوزر تيستنج اند ايفالويشن. اليوزر انترفيس ديزاين اند ديفلوبمنت بروسيس هي دي الديفلوبمنت بروسيس بتاعتي. هي الديفلوبمنت بروسيس بتاعت السوفت وير. نتكلم تمام. User centered integrated design, the essential difference between classic life cycle and user centered life cycle is based on the premise that user should be involved throughout the design life cycle. The process is highly iterative, unlike an integrated design process, the waterfall life cycle. ده اللي ستار لايف سايكل كنت بقول عليها، ان انا عندي ايفالويشن دايما بيحصل على كل حاجه بعملها. ولا ممكن ابدا من كل من اي مرحله، يعني ممكن ابدا بتنفيذ حاجه موجوده، ابدا بروتوتايب معين شفته، ابدا بريكوايرمنتس، ابدا بكونسيبشوال ديزاين، ممكن ابدا باي حاجه لكن لازم يحصل لها ايه ايفالويشن. ده خصائص اللايف سايكل الستار لايف سايكل، ان دايما في ايفالويشن هو سنتر لكل حاجه، وفي بروسيس كان ستارت ات اني بوينت والاكتيفيتيز كان هابن ان اني اوردر. طيب انت في لازم فرق؟ اعتقد يعني النهارده احنا وقتنا جزء كبير من الـ اف سي اي. المره الجايه هناخد مثال كامل عن الباك اناليسيس.
هيجيب المرة الجاية النساء هيقولوا على كان جيبوا في المحل. التجميل انت خبيط ليه؟ لا لا انا احسن اصوت صدم بس يكون في جزء للكرانيش ماشي.